السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معنا النهاردة فيديو بيع حمام لحم، حمام لحم ورومي، حمام لحم شغال وحمام لحم شباب وحمام رومي شغال وشباب. طبعا المكان ده أنا صورت فيه قبل كده، كل حضراتكم شفتوه قبل كده، الكميات اللي صورناها كلها اتباعت بفضل الله. هتقولي طب الحمام ده جه منين؟ الحمام ده كان صاحب الحمام هو كان في سنة ثالثة اعدادي، فرايح ثانوية عامة، كان سايب الكمية الحمام دي لنفسه. فطبعا شوف اللي سايب الحمام لنفسه هيكون سايب احسن حاجة يعني. لكن هو طبعا علشان داخل ثانوية عامة لازم يتفرغ للدراسة طبعا، لان ناس كتير هتسأل. ده الاوضة دي اللي فيها الحمام الشغال، وفي اوضة فيها الحمام الشباب، وفي اوضة ثالثة فيها الحمام الرومي. قبل ما نبدأ كده ونشوف كل قص في العيون بتاعته، عايزك تعمل لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لمعظم المشاهدين. طبعا الحمام اللي ما شافش معانا الفيديوهات اللي فاتت، مكان الحمام المكان في دمياط، كفر المنازلة. اللي ما يعرفش كفر المنازلة قريبة من فرسكور، هنسيب رقم الموبايل في الفيديو ان شاء الله، والسعر ان شاء الله هنقوله بعد ما نوري لك باقي الحمام. الكمية اللي قدامنا دي قلنا 25 قص شغالين. تعال بسرعة كده نشوفهم من البداية. ده أول حاجة ما شاء الله، رائد على حصى ما شاء الله، أهو حمام لحم بسم الله ما شاء الله. وهنا برضو زغليل، أهو زغليل ما شاء الله. طبعا التربية سايبة يا جماعة، مفيش سلكات ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. تقريبا الزغيل في عمر واحد. طبعا هنا ثلاث حصوات، هو أكيد محضن يعني الثالثة، مفيش حمامة بتبيض ثلاثة. لكن هنشوف حجم البيض، بسم الله ما شاء الله، بيض فراخ أهو يا جماعة ما شاء الله، برضو تقريبا نفس الحجم. على فكرة اللي هيشتري المجموعة كلها على بعضها أو اللي هيشتري الحمام هياخد البيض والزغاليل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. زغليل ما شاء الله مريشة، برضو حصى هنا، برضو زغليل زغليل. انا بوريك الزغليل اهو كلها علشان اللي هيجي هياخد الزغليل دي مع الحمام. الحمام بسعر يا جماعة بسعر رخيص جدا، لانك هتاخد معاه البيض والزغليل. هنا كمان اهو ما شاء الله، يعني تقريبا كل الحمام شغال اهو ما شاء الله، رائد على حصى. هنا كمان اهو رائد على حصى، وهنا بيعشش طبعا. ده هتلاقي يمكن هو اللي معشش العش التاني ده. هنا كمان ما شاء الله، لا قوة الا بالله. كده شفنا الحمام الشغال، نروح نشوف الحمام الشبابات مع بعض. هقول لك سعر كل اوضة قبل ما نمشي من الاوضة. الحمام الشغال ده سعر القص فيه الكمية على بعضها 250 جنيه بالبيض بالزغليل، مفيش ارخص من كده حمام في مصر كلها. حمام لحم بيور 250 جنيه للقص بالبيض او بالزغليل الكمية على بعضها. زي ما قلت لك العنوان دمياط كفر المنازلة، كفر المنازلة قريبة من فرسكور. هسيب لك رقم الموبايل تكلمه واتس ان اردت، هتلاقي دلوقتي رقم الموبايل اللي ظهر لك على الشاشة. دخلنا الأوضة الثانية اللي فيها الشباب، تقريبا 22 جوز من الشباب ده جماعة. زي ما قلت لك أعمار مختلفة، هتشوف فيهم حتى جوز أو اتنين بدأوا يشتغلوا، مقص أو اتنين اشتغلوا. هنشوف كده، هو طبعا حتى فيهم أهو، فيهم بعد قص اشتغل زي ما قلت لك، هو شباب كل الأعمار، فيهم لسه شباب يعني أكبر من الزغاليل بشوية، وفيهم اللي اشتغل زي كده. في قصين اشتغلوا تقريبا، ده واحد القص الثاني اللي اشتغل اهو،
اهو بسم الله ما شاء الله. ده القص الثاني شغال ورائد على حصى. ده من الشباب. طيب مجموعة الشباب ده على بعضها ال 22 قص دول سعر الجوز فيهم 170 جنيه الكمية على بعضها يا جماعة. طريقة العيون يا جماعة اهوت الناس اللي هي كانت سألت على العيون دي معمولة ازاي. هو بيبني مثلا حط 3 طباط، هي دي مبنية بطين، عايز تبنيها بسمنت تبنيها بسمنت، دي مبنية بالطين. ده 1 2 3 طباط اهم، ويجي فوقهم وزيهم مثلا 3 طباط هنا اهم، 3 طباط برضو هنا، واعملهم على سيفهم الاخرام بتاعة الطوبة اهي 3، وفوقهم صف الخشب ده طبعا معدي اهو، شفت المنظر. ويجي حاطط الخشب رصه رصه كده، وعامل فوقه 3 طباط تانيين، وفوقهم صف الخشب تاني، وهكذا. بس ما عطلكوش عشان نروح نشوف الحمام الرومي. وفي الاوضه الرابعه فيها 17 جوز رومي. الناس اللي بتحب تشوف عين الحمامه برضو تشوف يعني. بسم الله ما شاء الله برضو رائد على حصى. الناس اللي عايزه تشوف الحمامه من قريب اهو. بسم الله ما شاء الله. تحت حصى ولا تحت حصى يا جماعه؟ سعر القص شغال في داخل المجموعه 200 جنيه لاي قص، المجموعه على بعضها يا جماعه بالبيض بالزغاليل. الفيديو اللي جاي هنتكلم عن علاج للجدري، علاج فعلا حقيقي مش المس. طبعا كلكم عارفين ان احنا كنا بنحط المسة الزرقاء او بنحط روح الخل او كلولوماك او اسيتون مزيل طلاء الاظافر، لكن المرة دي بجرب علاج جديد بشتغل بيه بقالي يومين. طبعا شايفين حضراتكم الصور اللي هي الحالات الصعبة جدا، الجدري في رجلين الزغاليل وفي دماغ الزغاليل، كل ده كان ابيض، لكن دلوقتي زي ما انت شايف كده الجدري بدأ ينشف. ده دليل ان العلاج بيجيب نتيجة. دول 4 زغاليل انا بجرب عليهم العلاج، لما لقيته بيجيب نتيجة فعلا هنقدم الفيديو. يبقى ده فيديو ان شاء الله يوم الاربع، فيديو اللي هو بيع الحمام ده هيبقى الحد، وده هيبقى يوم الاربع اللي هو فيديو علاج الجدري. حقيقي 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 هيفرق معاك جدا، وعلاج رخيص جدا. استنانا يوم الاربع. كده اكون خلصت. أرجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.